الليلة في حديث القاهرة، لسه الحكاوي والأماني ممكنة. على الموقع الرسمي للبرلمان الإيطالي، حملة التوقيع على عريضة استرداد آثارنا مستمرة. النهاردة هنعرض لكم تفاصيل اجتماع السيد وزير الري مع منتجي ووزير الزراعة مع منتجي الدواجن، وعندنا النهاردة إجابات عن أسئلة المصريين عن أسعار البروتين قبل رمضان، حوار عن الرؤساء والنجوم والأساطير. النهاردة كمان هنعرض أسرار من أرشيف المصور الكبير جداً فاروق إبراهيم، هيحكيها لنا ابنه هشام. 36 سنة من الغنى والمسرح والسير الشعبية والنجاح، سهرة خاصة جداً مع الفنان الكبير حسن الجريتلي وفرقة الورشة. حديث القاهرة مستمر. أهلاً بكم في حديث القاهرة. مساء الخير مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حديث القاهرة. حلقة النهاردة الثلاث 14 فبراير 2023. طبعاً يعني كل سنة وانتم طيبين، أنا بحتفل معاكم النهاردة بعيد الحب، أو زي ما بيقول عليه الناس برا والأجانب فالنتاينز داي. حبيت أقول لكم الجملة دي في بداية الحلقة لأن جالي تليفون من أحد الأصدقاء، هو يعني مشترك الجنسية مصري أمريكي، بيقول لي أنتوا لسه بتحتفلوا بالحاجات دي ولا أنت بتهتمي وبتحتفلي بحاجة اسمها عيد الحب؟ إيه ده؟ كنوع من أنواع الاستخفاف يعني. وأنا الحقيقة وقفت قدام المكالمة دي كتير، ليه بننتقص من احتفالنا بمشاعر إنسانية راقية وجميلة وكلنا محتاجين لها؟ يعني مفيش حد ممكن يحط نوع من أنواع المشاعر أعلى قيمة وأعلى مكانة من مشاعر الحب اللي بتربط الناس ببعضها. تصوروا بقى إن إحنا بننتقص منها مع كل مرة بنقول حب إيه بس اللي أنتوا بتتكلموا عليه، وأجيب ورد وأقول لحد كل سنة وإنت طيب. ليه بنستكتر على بعض إن إحنا نعبر عن مشاعرنا الإنسانية الراقية اللي يمكن قامت عليها كمان الأديان؟ يعني لما بنتكلم على إن العنصر الأساسي اللي رابط الكون كله ببعضه هو حبك للآخر وحبك للخير للآخر أياً كان مين هو الآخر بقى، كل سنة وانتم طيبين وعايشين الحالة الحلوة دي. ليه محتاجين إن احنا نقول للناس احنا كمان خجلانين زيكم من مشاعرنا؟ ما تخجلوش، عبروا عنها بكل الطرق الممكنة والمسموحة والمقبولة واللي يقبلها كمان ويستناها منكم الطرف الآخر. كل سنة وانتم بخير، ويا رب أيامكم كلها ومشاعركم تكون مبنية على النبل والجمال اللي بنشوفه في أجل قيمه في الحب. كل سنة وانتم بخير، ونبتدي معاكم حلقتنا النهاردة وأهم الموضوعات والقصص اللي شغلتكم وشغلتنا وكانت حديث القاهرة. معاكم هنا في حديث القاهرة، أهلا بيكم من جديد، وطبعا سمعين الصوت عالي لأنه حديث القاهرة فعلا حديث القاهرة والمصريين، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك إذا كنا بنتكلم في الأسعار بشكل عام فبدأنا نتكلم عنها دلوقتي بصوت أعلى، وخصوصا أسعار البروتين قبل رمضان لأنه بيبقى ضيف على مائدة رمضان. إن شاء الله يا رب كلكم تقضوا شهر كله خير. طيب احنا كلمنا معاكم هنا عن أسعار اللحوم، وعلى إن الأسعار واضح ان تم رصد فيها اشياء كتيره جدا، فيها يمكن نوع من انواع المضاربه، نوع من انواع الاحتكار، واتكلمنا هنا عن تقديم بلاغات للجهات الرسميه بمستندات قدمتها طبعا يعني جمعيات ومبادرات تمت، سواء كانت علشان تحارب الغلا وتقف قدامه، او حتى الناس اللي قالت اتكتفوا معانا علشان نقاطع، واتكلمنا في الموضوع ده وانا هرجع لكم ليه. لكن اللي بيخليني افتح دلوقتي موضوع البروتين مره تانية مش اللحوم الحمراء، لان اذا كانت اللحوم الحمراء الناس بتسال عليها، فاللحوم البيضاء اللي هي الدواجن تقريبا 75% من بروتين المصريين الحيواني بياخدوه من الدواجن. فتصوروا بقى لما يهتز هذا السوق اكيد بيحتاج الى حاله من حالات الانضباط. والفتره اللي فاتت ازمه الاعلاف كانت كبيره، والنهارده كان في اجتماع للسيد وزير الزراعه مع بعض منتجي الدواجن وجهات أخرى. كان الهدف من هذا الاجتماع
ايه اللي ممكن نعمله علشان نحقق استقرار في اسواق الدواجن في مصر ونحافظ على هذه الصناعه الاستراتيجيه، بما ان 75% من بروتين المصريين بياخدوه من الدواجن. النهارده السيد القصير وزير الزراعه سمع اقتراحات المنتجين، وكان في حوار مهم جدا، وخلصوا فيه كمان لمجموعه من النتائج، وان شاء الله تاثر ايجابا على اسعار الدواجن الايام اللي جايه دي، وخصوصا في شهر رمضان. احنا مستنيين نسمع الخبر، الخبر اليقين، بس خلينا نعرف ايه هو الخبر اليقين وما حدث النهارده في الاجتماع من الاستاذ ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، وهو معانا على التليفون. اهلا بحضرتك يا استاذ ثروت. اهلا استاذ كريم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، يا رب اخبار مبهجه ومفرحه. ماذا تم النهارده في الاجتماع مع السيد وزير الزراعه؟ والاجتماع حضرتك كان امس مع معالي وزير الزراعه عشان مناقشه اسعار الدواجن وبيض المائده. وفي الحقيقه فعلا في تطور وزياده قياسيه في اسعار الدواجن والبيض، وخاصه احنا داخلين على فتره مواسم الفتره اللي جايه. في الحقيقه طبعا زي ما سعادتك قلتي في الاول انه هناك كان في ازمه علف في اوائل اكتوبر 22، يمكن الازمه لسه مستمره الى حد ما. الاساس في انتاج الدواجن والاساس في انتاج البيض هو العلف، 75-80% النهارده من المنتج اعلاف. والاستدامه بتاعه الاعلاف مهمه جدا، الكميات النهارده مهمه جدا. للاسف الازمه اللي فاتت خرج جزء كبير جدا من مربي التسمين ومربي البياض. اعتقد المحك النهارده هو توفير الاعلاف بكميات كافيه ومستدامه عشان نشجع المربين اللي خرجوا يرجعوا تاني. ان توازن الاسعار هيجي منين؟ هيجي من الانتاج. تراجع الاسعار هيجي منين؟ من زياده في الانتاج والاتاحيه. هو في قد ايه تقريبا يا استاذ ثروت خرجوا من سوق صناعه الدواجن من المربين؟ كم في الميه تقريبا ممكن يكونوا خرجوا الفتره اللي فاتت نتيجه مع عدم وجود الاعلاف والاسعار اللي ارتفعت والحاجات اللي احنا عشناها كلها مع حضراتكم خطوه بخطوه؟ اعتقد ان معظم المربين صغار مربين متوسط الحجم، 50% النهارده يمكن من حجم المزارع توقفت. لكن انا شايف النهارده لازم ولا مجال، ما ينفعش الحل الجزئي ولا الحل النهارده النصفي في الاعلاف. لازم الاعلاف تتوفر بكميات كبيره. احنا في الفترات السابقه ايام ما كان في انتاج كبير وضخم، كان دايما مخزون الذره والصويا عندنا بيكفي شهرين ثلاثه. فلازم النهارده الاعلاف هو المحل، هو المحك، هو الاساس النهارده في العمليه الانتاجيه. طب سياده الوزير قال ان احنا افرجنا عن عدد كبير جدا، تقريبا يعني كميات كبيره من الذره والصويا اللي كانت موجوده في الجمارك، هل النسبه اللي تم الافراج عنها كافيه انها تشغل السوق حتى مرحليا، ولا احنا محتاجين للافراج عن كل ما هو موجود في الجمارك علشان يبتدي يشتغل السوق؟ في الحقيقه محتاجين مزيد من الافراجات. النهارده للاسف طن الذره وصل ل 16,000 جنيه في السوق السوداء، وطن الصويا وصل ل 31,000 جنيه. عايزين نرجع السايكل، عايزين الثقه ترجع للمربي تاني. عوده المربي هو المخرج الوحيد النهارده لزياده الانتاج وتوازن وتراجع الاسعار. تمام، طب قد ايه القرارات اللي خدناها امبارح يا استاذ ثروت؟ والله كان في توصيه النهارده وفي مبادره متبناها وزاره الزراعه النهارده، ان في حوالي كميات من الدواجن هيتم توريدها من مجازر الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لهيئه الساعه التموينيه، هتكون باسعار الى حد ما جيده بحيث تساعد النهارده في وطئه الاسعار العاليه. يعني جيده دي بمعنى ايه يا استاذ ثروت مثلا؟ يعني في كميات دواجن احنا وردنا في شهر ديسمبر الماضي 700 طن لهيئه الساعه التموينيه الشركه القابضه، واعتقد في 1000 طن تاني في شهر مارس وابريل في الموسم هيتم توريدهم برعايه وزاره الزراعه من خلال اتحاد منتجي الدواجن لوزاره التموين. بالاسعار بتاعتها اقل من السوق بره، او بتتراوح من كام لكام؟ يعني جاري الاتفاق على السعر النهارده، في لجنه وجاري الاتفاق على السعر النهارده، لكن هتكون اقل من الاسعار اللي موجوده حاليا، اللي هي طبعا احنا مش راضيين طبعا على ارتفاع الاسعار بهذا الشكل، لكن تداعيات الازمه اللي احنا عشناها ما كناش نحب احنا عشنا، لكن ظروف بيعدي بيها العالم وبتعدي بيها مصر. نتمنى زياده الانتاج، وده لن يتاتى
إلا بزيادة الإفرازات من الكميات الذرة والصويا حتى الثقة ترجع للمربي تاني ويدخل دوراته ويستعيد الدورة الإنتاجية ونرجع تاني نتفاخر بإنتاجنا. مازال البروتين الدواجن هو البروتين الأرخص والأول على مائدة المصريين. طب أستاذ ثروت، يعني بصراحة كده وأنا عارفة أن حضرتك شخص صريح جدا، الأسعار اللي موجودة حاليا في السوق هل هي أسعار حقيقية؟ يعني بتعكس فعلا التكلفة اللي بيقوم بيها وبيتحملها حتى وبيعاني منها المربيين، ولا الحلقات الوسيطة ما زالت بتستغل الأزمة؟ يعني الأسعار دي تقييم حضرتك ليها إيه؟ لا سعادتك، في سببين أساسيين. أول حاجة النهارده إن 75-80% من مكون بيض المائدة والدواجن أعلاف، والأعلاف دي النهارده المكون الأساسي فيها هو النقد الأجنبي. النقد الأجنبي النهارده تضاعف أمام الجنيه المصري بنسبة 100% في الأربع شهور الأخيرة. دي رقم واحد. رقم اتنين، قلة الإفرازات أو الإفرازات القليلة أو الكميات المتوفرة من الذرة القليلة أوجدت سوق سودا، ووجدت هناك استغلال كبير جدا من المستوردين. للأسف دفع ثمنها المربين وخرجوا من الصناعة، ودفع ثمنها أيضا المواطن المستهلك. طبعا المستهلك النهاردة للأسف في مافيا سوق سوداء، وفي النهاردة مستوردين استغلوا. الدولة وفرت لهم العملة، وفرت لهم الدولار، وللأسف استغلوا النهاردة استغلال كبير جدا بفرق أسعار كبير جدا اللي هي الخامات والعلف المصنع. الذرة والصويا اساسا تمثل 90% من مكون العلف. صحيح. احنا بنشكرك طبعا على كل المعلومات، وبنتمنى ان الالف طن اللي حضرتك قلت لنا عليهم دول اللي هيطرحوا خلال مارس وابريل يكونوا موجودين فورا في المنافذ مع اول موافقه على كل الاجراءات، ويزيدوا اكتر واكتر مع يعني طلب الناس بان الحاجات دي تتوفر لهم. شكرا جزيلا للاستاذ ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن. الدواجن ان شاء الله يعني بالالف طن دول اللي هيكونوا في مارس وفي ابريل كمان مع شهر رمضان ممكن السوق يتعادل شويه ويتظبط اسعاره. لكن موضوع اللحوم الحمراء اذا كانت الجهات المعنيه المفترض يتقدم لها بلاغات من يعني جمعيه حمايه المستهلك وغيره، وكانت المبادره اللي تم الاعلان عنها هنا عندنا بالمقاطعه، فالمقاطعة هي كمان وسيلة من الوسائل، واللي هيقدر عليها يعملها، اللي يقدر يستغنى عن اللحوم البيضة أو الحمراء لفترة لحد ما يتزن سعرها، واللي مش هيقدر يقاطع ومن حقه أنه يقول أن أنا ما أقدرش أقاطع لو كانت دي من عاداته الغذائية التي لا غنى عنها. في عندنا جزء تاني بيقوم بيه الناس في القرى والنجوع وكل مدننا الحلوة وما زالت مستمرة، وهي المشاركة، أن الناس تتجمع مع بعضها وتجمع مبلغ الذبيحة وهم اللي يذبحوها عند الجزار بمعرفتهم وتتوزع عليها، فبالتالي سعرها بيكون أقل من اللي معروض على الأقل من 50-80 جنيه في الكيلو الواحد. فتخيلوا إن إحنا المشاركة ممكن هي كمان تعمل فرق قد إيه بالنسبة لنا في الأسعار. وكمان إحنا محتاجين نكون أقرب لبعض مع كل الأزمات اللي إحنا بنعيشها دي، العالم كله بيعيشها كمان يعني في الأسعار، لكن إحنا عندنا في مصر هنا الإيد الواحدة مش بتسقف، فلازم نكون أكتر من إيد. يبقى يا مشاركة مع بعض يا مقاطعة مع بعض، اللي يقدر على ده يعمله واللي يقدر على ده يعمله لحد ما نعدي مع بعض إن شاء الله البر الأمان. دي الأسعار وكلامكم وكلامنا عنها. بنواصل معاكم في قصتنا التانية هنا في حديث القاهرة، متابعة موضوعنا الرئيسي واللي بدأنا بيه انفرادنا من يوم السبت اللي فات مع العريضة اللي تم التقدم بيها من المستشارة جيهان الحسيني للبرلمان البريطاني علشان يتم مناقشة تعديل على القانون بتاعهم اللي عشان يسمح بأننا نسترد أثرنا اللي موجودين هناك. 100,000 قطعة أثرية مصرية موجودة في بريطانيا، عندنا فرصة أن احنا نستردها لو قدرنا أن احنا نجمع 100,000 توقيع على هذه العريضة اللي البرلمان البريطاني نفسه حطتها عنده على الموقع عشان الناس توقع عليها، لأن بمجرد ما يتجمع 100,000 اسم وتوقيع البرلمان البريطاني هيطرح ده للمناقشة، لمناقشة التعديل على هذا القانون. عايزة أقول لكم أن احنا تقريبا حاليا بالضبط 2,989 حد وقع على هذه العريضة. شكرا يا مصريين ويا كل العرب اللي عندهم الجنسية البريطانية أو اللي عندهم الإقامة الدائمة البريطانية، لأن هم دول اللي مسموح لهم، كل من يحمل الإقامة الدائمة لبريطانيا أيا كانت جنسيته
وكل من يحمل الجنسية البريطانية أيا كانت جنسيته. وإحنا هنا مرة تانية بنقول إيدينا في إيدين بعض، هنرجع أثرنا. الدكتور زاهي حواس المتضامن جدا مع ده وعنده دعوة بالمقابل وهي الحملة الشعبية عشان نسترد أثرنا، امبارح طلع بيان والنهاردة نشر على صفحته الخاصة من أقل من ساعات قليلة، ساعتين أو شيء، هو كمان دعوة ليكو علشان وباللينك بتاعها علشان كل الناس تدخل على اللينك من صفحة الدكتور زاهي حواس وتقوم بالتصويت اللي اليوم حق التصويت. كمان الفنانين انضموا للحملة، امبارح انضم الفنان الكبير مدحت صالح، احساسه ووطنيته وصلت من خلال هذا البوست اللي حضراتكم شايفين، وهو كمان حط اللينك بتاع التصويت. واحنا بنشكره جدا طبعا لتفاعله الفوري واستجابته الفورية، وعايزين كل فنان مصري او كل فنان بيحب مصر، عربي بيحب اثرنا وتاريخنا، كل فنان بيتبعه ناس كتير جدا وبتصدق فيه، ان هو كمان يشاركنا في هذه الحملة من خلال اللي بيحبوه وكل من يحمل هذه الجنسية، الجنسية البريطانية او الإقامة البريطانية. وكل زمايلنا من الإعلاميين مرة تانية ايد في ايد، وكل الأسماء المؤثرة، سياسيين، مفكرين، بلوجرز، العدد زاد الآن 2988. هنتابع معكم على مدار الحلقة، وإن شاء الله إن شاء الله نحتفل هنا بالمئة ألف توقيع على هذه العريضة ومناقشة تعديل القانون في البرلمان. القصة القادمة، حديث القاهرة، بدأناها امبارح لكن حصل فيها تطورات، وتطورات ما هيش قليلة أبدا. امبارح احنا اتكلمنا عن جروب دشمل وحجم الأذى والإرهاب اللي بيقوموا بيه على بناتنا وعلى أولادنا، سواء كانوا من نفس الملة والدين أو كانوا من أديان أخرى، زي ما قلنا تطاولوا على الجميع. وآخرهم كانت الطالبة، طالبة جامعة سينا اللي لسه بتبتدي حياتها في سنة أولى كلية طب أسنان، يعني بتقول يا هادي في الدنيا. ونسبوا لها بوست موجود على صفحتها، هي بنفسها قالت إنه يا جماعة ده ما كانش رأيي، بعيدا عن إنه مجرد رأي، ولو عبر حد عن رأيي ليه علاقة بالدين ممكن نناقشه، وخصوصا في الأعمار الصغيرة، بشره ولا تنفره. أكيد الفكر بنواجهه بالفكر وبنعدله بالفكر، مش بالإرهاب، وإن إحنا نقول انحروها واللي يشوفها يعني يرهبها ويرعبها. من هذه الحالة اللي عملوها على البنت اللي في بوست كان موجود على صفحتها، وهي نزلت بعد كده قالت ده مش بتاعي ابدا، انا ارجوكوا ساعدوني لان الصفحه بتاعتي مقفوله بقالها اكتر من 6 شهور، فاللي يقدر يساعدني يساعدني. بعد ده وبعد اللي احنا عملناه، احنا امبارح حاولنا نتواصل معاها على مدار الحلقه ما كانتش بترد. بعد الحلقه تواصلت مع زميلتنا في فريق الاعداد ساره، وقالت لساره انا اسفه جدا انا كنت في التحقيق. فسارة سألتها عن التحقيق في نفس الوقت اللي احنا كنا بنكلمها فيه، قالت لا تفاصيل التحقيق ما كانش فيه شيء غير ان هم تحقيق اداري في الجامعة، ان هم طلبوا تليفوني واخدوا تليفونها منها وبصوا فيه وتصفحوا، وبعد كده رجعوا لها التليفون وقالوا لها خلاص روحي. ده اللي حصل في هذا التحقيق الاداري. لكن الطالبة في اولى طب اسنان حكت لسارة من قلبها عن خوفها، واللي وجعها أكتر هو إن أهلها ما كانتش حابة تشوفهم أبدا ولا تحس إن هم اتحطوا في الموقف ده بسببها، سواء كان خوف عليها أو قلق من الأفكار أو غيره. وطبعا حكت لها على حجم الرسائل اللي جات لهم علشان تشتم فيهم أو تهددهم أو غيره، وقالت لها كمان إنها قالت أنا عملت إيه عشان ده كله، يعني أيا كان إيه الموضوع أنا إيه اللي يخليني الناس ما بتصدق انها تلاقي حاجه شبه كده فتحاول حتى انها تهدر دمي. قالت ان اهلي بيفتخروا باخلاقي طول عمري وتفوقي، الموقف ده من اصعب المواقف اللي عاشته، تخيلوا حاله الرعب اللي هي فيها. بالمناسبه ده اللي حصل منها هي وتصريحاتها الخاصه لينا هنا في حديث القاهره. لكن الموقع نفسه بقى اللي هو الجروب دشمل اللي موجود على تليجرام واللي احنا شايفين ان ما يتعامل به حتى هذه اللحظه علامه استفهام كبيره جدا، خدوا صورة الحلقة واللي حصل فيها ونزلوا اللينك عندهم وكتبوا تحتيه ده عن الأستاذة نهاد أبو القمصان، قالوا عليها كافرة ومرتدة وعدوة الله ورسوله. بمجرد ان احنا ناقشنا الموضوع، وعلى فكرة طلبوا كمان بالنحر الأستاذة نهاد أبو القمصان وهي الحقوقية والمحامية هتتعامل مع هذا الموقف ازاي،
اكيد هتعلن عندنا هنا في حديث القاهره هتعمل ايه، بالاضافه لان حلقتنا اساسا امبارح ومناقشتنا كانت بلاغ للنائب العام في حد ذاتها، زي ما قالت النائبه مها وزي ما قالت الاستاذه نهاد ابو القمصان. نتمنى ان احنا نلغي خطاب الكراهيه من عندنا خالص، والتحريض على العنف والقتل والنحر، هذه المصطلحات ليها دلالتها، لو ما انتبهناش ليها وعرفنا مين وراها الموضوع هيطال الجميع، وده ما اعتقدش حد فينا هيوافق انه يرجع نشوفه تاني في بلدنا، فعشان كده حبينا ننبه. واخيرا في الجزء ده من الحلقه، رحل عن عالمنا من ساعات خارج جمهورية مصر العربية وهو كان في رحلة علاج، الصحفي الكبير الأستاذ مرسي عطلة، رحل عن عمر 80 عام الله يرحمه، بعد صراع كبير جدا مع المرض وكان بيتلقى علشانه العلاج في خارج البلاد. طبعا الأستاذ مرسي عطلة كان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام العريقة، وكان رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائي، ورئيس سابق لنادي الزمالك سنة 2005، ورئيس لتحرير مجلة الزمالك. الأستاذ مرسي عطلة رغم مرضه فضل يكتب لحد عموده اليومي لحد آخر وقت قدر فيه، وهو أواخر الشهر اللي فات. وبالمناسبة يعني إحنا هنا كحديث القاهرة مش ما ينفعش ما نتقدمش كأسرة البرنامج وكقناة القاهرة والناس بخالص العزاء لأسرته ولزمايلنا الأعزاء في الوطن العريقة والأهرام وكل صحافة مصر، زمايلنا في كل الصحافة المصرية وفي بلاد صاحبة الجلالة في رحيل الأستاذ مرسي عطلة. فاصل، وبعد الفاصل هنشوف حديث القاهرة الموازي، زميلنا العزيز خالد البرماوي وفريق بورصة الكلام هنا في حديث القاهرة. أهلا بكم من جديد وحديث القاهرة. وصلنا لبورصة الكلام مع زميلنا العزيز خالد البرماوي وحديث القاهرة الموازي على الإنترنت. مساء الورد يا خالد. مساء الفل يا كريم. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة، وإن كان وانت طيب وانت طيبة دي عشان عيد الحب والفالنتاين، هل يجوز؟ هنعرفه النهاردة في خلال بورصة الكلام، عاملين أول عملية تحقق، هل عيد الفالنتاين عيد العشاء ولا كمان للأحباء والأصدقاء والأقارب والأهل والخلان؟ هنشوف. طيب بورصة الكلام النهاردة ونبدأ ببورصة الشخصيات. دكتور مصطفى مدبولي النهاردة تقريبا الأسبوع كله دكتور مصطفى مدبولي على بورصة الشخصيات، والسهم بتاعه طالع النهاردة بصورة كبيرة جدا. محمد صلاح ومنطقي، ليه؟ امبارح المباراة بتاعت إيفرتون ومحمد صلاح جاب جون، والنهاردة كمان إحصاءات كتيرة جدا ومعانا لقطة حلوة جدا، وكمان كان في صورة ليه لمحمد صلاح منتشرة جدا على انستجرام. إبراهيم نور الدين الحكم الدولي على خلفية مباراة الزمالك وسموحة وإيقافه، ومش ايقافه عشان المباراه، ايقافه على ما بعد المباراه، ايه اللي بالظبط اللي حصل هنعرف. عمرو دياب على خلفيه اغنيه جديده اطلقها في عيد الحب عشان يمحي شويه اثار اغنيته بتاعت السناجل اللي كان قالها من يومين ثلاثه، واخدنا رايح جاي شويه سناجل شويه عيد حب، بيرضي كل الاذواق يعني، فنان ذكي. هنعمل طبعا احمد كابتن احمد سامي المدير الفني لسموحه بعد تصريحات ناريه على خلفيه مباراه الزمالك امس. دي بورصه الشخصيات. طب بورصه الموضوعات والقصص بسرعه كده، بورصه الحاجات الجاده كانت بيان لمركز معلومات مجلس الوزراء او المركز الاعلامي، لا مركز المعلومات، وانتشر بيتكلم على فكره الاسعار والتضخم. هنا اي حد هيخش يبص هيلاقي مجموعه من التعليقات، هقول لكم الارقام واقول لكم الناس كانت بتقول ايه. كمان هو كان بيتكلم على ان تاثر الاقتصاد المصري بالتضخم العالمي وارتفاعه 14% وان الارتفاع 12% لا العالمي 8.8 والمصري 14%، يعني احنا نسبه التضخم بتاعتنا اعلى من المعدلات العالميه. والتقرير رصد اكثر من 60 اجراء على 6 محاور اتخذتها الحكومه لتخفيف الضغوطات. تعليقات الناس بامانه بتقول احنا لسه ما شفناش اثار التضخم ده او اثار سوري المحاولات او الاجراءات اللي هم قالوا عليها. الناس اتكلمت كمان على ان التقرير دسم جدا وتقيل جدا ومليان ارقام واحصاءات كانوا نفسهم يشوفوا ابسط من كده، وانا عارف ان مركز معلومات مجلس الوزراء عنده ادوات كتيره جدا للفيجوال باسهل بكتير، بس ده معناه ايه؟ معناه ان الناس مهتمه وتقرا على
الاقتصاد كمان. طيب الأوقاف بدري جدا عملت حملة لنظافة المساجد والناس قعدت يعني شجعتهم طبعا وحيتهم، لكن الناس كانت بتعلق كمان على فكرة مش بدري قوي يعني شهر وأسبوع على فكرة حملة لنظافة المساجد، احنا بنتكلم على بالضبط شهر وأسبوع، فيعني بدري جدا جدا. طيب ناخد بسرعة عملية البحث اللي كان عليها اهتمام كبير جدا، حالة الطقس في اسكندرية والأمطار اللي موجودة، معرفش اليومين دول بتبقى اسمها نواتيه في اسكندرية، لأن الاسكندرية دايما كل يعني الشتاء مقسمين وكده مجموعة من نوات. ما كريمة مش هقدر أفيد بصراحة، بس ممكن تكون يعني مش عارف يعني هي الكرم خلصت مفترض ايه يعني دي مش فاكرة مش عارف. طيب أحمد سامي مدرب نادي سموحة قال ايه؟ قالك ان هو طبعا بيبارك لنادي الزمالك، لكن قالك كمان ان الظلم اللي تعرض ليه فريقه كان كبير جدا، وقالك الزمالك لا يحتاج الى مساعدة تحكيمية، وقالك احنا تواجدنا في المباراة بشكل كامل، وقالك ان ليهم ضربة جزاء، قالك هو بيقول يعني اللي هو ليه ضربة جزاء، وضربة الجزاء دي اثرت بشكل كبير جدا على سير المباراة. طيب من ناحية تانية ابراهيم نور الدين الحكم طلع في حوار تلفزيوني بعد المباراة مباشرة وقال تصريحات كتيرة، هو ما قالش حاجة ليها علاقة بالمواقف التحكيمية في المباراة، لكن اتكلم بصورة كبيرة جدا على نفسه وعلى الأداء وعلى التحكيم و ده خلاه لجنة التحكيم تقرر إيقافه لحين التحقيق معاه. في واحد من الحاجات اللي كان عليها جدل كبير جدا النهارده، من الحاجات اللي كان عليها جدل كبير هي الاحصائيه اللي الزمالكاويه نفسهم تبنوها اللي بتقول ان الزمالك هو الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يحتسب عليه اي ركله جزاء بعد مرور 18 عام، وناس قاعده بقى تضرب اخماس في ازداد 18 عام لا 18 جوله، لكن في ناس بيقول لك ايه، ما هو ان الزمالك اقل الفرق ارتكابا للاخطاء، ودي برضو احصائيه برضو منطقيه يعني الزمالك ما بيغلطش كتير، وواحد تاني بيقول لك لان الفرق اللي بتلعب قدامنا مش محتاجه ضربات جزاء بيكسبونا من غيرها، فدي برضو كانت من اللقطات الحلوه. ودي مقوله عالميه على فكره، بيقول لك اشتغل قليل ما تغلطش او ما تشتغلش خالص ما تغلطش. هو فعلا كده دفاع الزمالك كان يعني ايه هم اخدين الموضوع في السكه دي في النقاش يعني. لا الوقت بتاع ضربات جزاء ليه؟ خش جيب جول، الموضوع سريع جدا. محمد صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول على مستوى نتكلم على نادي عمره فوق ال 130 سنة وال 120 سنة، محمد صلاح ثالث لاعب يدخل في نادي ال 100. طيب ساهم في 100 هدف ما بين اهداف وما بين اهداف محققه وهدف. طيب باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ابطال اوروبا الجوله الحسم بقى خلاص النهارده وبكره، اي سي ميلان وتوتنهام وبكره كلوب بروج وبنفيكا، دورتموند وتشيلسي بكره، والاسبوع الجاي هيبقى ريال مدريد وليفربول. طيب ندخل بقى في عيد الحب. لا لسه مين قال قدامنا 5 دقايق؟ ما قلتش حاجه. في حد لا طلع شعر. طيب تجي لك هاتف تقريبا. في شعار بتطلع انا عيد الحب كده ونستنى مع بعض. اولا احنا بنتكلم على عيد تقريبا ترند في العالم كله مش في مصر بس، والجديد كمان مبقاش جديد كمان ان هو ترند في مصر وفي السعوديه لكن كمان في امريكا وفي الدول كلها. طيب نيجي نبص على ايه اللقطات اللي كانت محط اهتمام على مستوى مصر وبره مصر. طبعا اللقطات الكلاسيكيه موجوده معانا والترند بتاع عيد الحب موجود، ومصر الطيران كالعاده استقبلت الضيوف بشويه شوكولاتات وحاجات ظريفه وورد و وان كان خيري هنا كان هيتكلم على اللقطه دي هنسيبها له لما يجي مش هنعلق عليها. نتكلم على الاغاني اللي طلعت النهارده. قادر اكمل ده احمد سعد، تخيل احمد سعد يطلع اغنيه اسمها قادر اكمل في عيد الحب. يعني. هي عيد الحب بس هي اللي هي قادر اكمل خلاص شحنت. انا ما سمعتهاش بس اعتقد ان هو بيحاول يضغط على نفسه. لا بيشحن جامد. وبطمن عليك دي اغنيه عمرو دياب اللي دخلته ترند النهارده، النهارده الاغنيتين ترند في المزيكا. طيب من الحاجات اللي كانت ترند جدا بوكي ورد، تتخيلي مش ورد كريمه السعر، اغلى بوكي ورد ممكن تتخيليه في اجواء مصر 1000 جنيه مثلا. 1000 جنيه؟ لا كريمه في تضخم وفي حاله اقتصاديه، في حد هيجيب بقى له اكتر من 1000 جنيه؟ 1000 جنيه ده يعني 35 دولار. بص يا خالد انا بزرع الورد في بيتنا، انت قول بقى يعني كام يعني. طيب اغلى بوكي ورد كان ب 17400 399 جنيه. اوكي ليه؟ لانه الجنيه ده تخفيض ولا كان ايه؟ طيب لا بس هو عاملين عليه تقسيط. تقسيط ورد بالتقسيط يا ابراهيم. شركه بتبيع ورد، واحنا دخلنا اتحققنا، احنا شفنا البريد سكرين استغربنا هل في معقول في منطقي ان يبقى في بوكي ورد بالسعر ده، بس طبعا هو جاي من الطياره وبوكي ورد يعني
غالي جدا، وهي شركه اونلاين بتوزع الورد. يعني الورد غالي عشان جاي بالطياره؟ جاي لك بالطياره، انت بتقعدي بتطلبي اونلاين بيجي لك بالطياره. تمام اوكي. وان كان اسهل انت تاخدي الميت وتتحركوا على شخصيا. طيب. لو اي حد هيجيب لي الورد اللي ب 17000 جنيه ده يقول لي واحنا نوزع الفلوس للخير، واحنا موافق. انا جالي الورد خلاص يعني. هي تقاليد غربيه، بس هو جالنا الورد. بس الغربيه بقى مش هي الغربيه، مش الغربيه المحافظه بتاعتنا، مش التقاليد، عملت عملت ترند تاني ليه علاقه بالبوكيه، بس مش الورد، بوكيه طعميه. يا سلام. واحد متجوز بقاله سنتين ونص وحب يحتفي بمراته، فعمل لها بوكيه ورد بطعميه. انا شايفها سخنه من هنا، معرفش انت شايفينها برضه. هي حلوه جدا في الشتاء اذا كانت سخنه الحقيقه، بالهنا. بوكيه ورد سخن وانفع لها، يعني ارفع لها وارفع. المهم انه عبر يا خالد، بس يعبره. طيب، من البوكيه الورد ده يخلينا ندخل برضو على لقطه حلوه جدا. الزملاء في الوطن عملوا لقطه، قال لك ايه للحب وجوه اخرى، قال لك دخل بقى الحب كل اي حد بيحب، فقال لك الله محبه، وجاب لك قص بيهدي هديه لجاره، وواحد صوفي، واتنين اصدقاء، واحد واخوه، الراجل الظريف اللي هو كان بيهشك ابنه في معرض الكتاب وبيتكلم. هنا بقى بدانا نطرح السؤال، مع احترامي طبعا للزملاء في الوطن، لا ما نقف هنا بقى، والحب بقى كله فالنتاين ده مفروض بتاع عيد العشاق، النظريه تقول ذلك. لكن بدانا نعمل تحقق، بس قبل ما نخش للتحقق تعالى نسال اول كريمه، هي رايها ايه؟ هل يا كريمه الفالنتاين عيد للعشاق لللافرز للكابلز، ولا عيد للاهل والاصدقاء والاخوه والاخوات والام والاب بس دي من المرات القليله اللي انا هجاوبك فيها اجابه شافيه كافيه بالنسبه لي. قولي قناعاتك بقى، قولي قناعاتك الشخصيه. اذا في حاله عشق هيبقى عيد عشاق، اذا ما فيش حاله عشق هيبقى للزملاء والاصدقاء والعائله والاقارب. يعني ده عيد برجماتي بقى. اللي هو انا السعيدي سنجل، يبقى اللي موجود بنحتفل بيه. انا هحتفل ده، بس ده عيد برجماتي. طبعا هنعمل مجموعه من عمليات التحقق انا وزملائي عشان نشوف. طيب بامانه لقينا في وجهات نظر كتير واراء كتير ومقالات كتيره جدا، يعني مقال بيتكلم على ان عيد الحب ليس للعشاق فقط، اهو بيتكلم بشكل مباشر. في اراء تانية بتتكلم لا، ان ده عيد للعشاق بدليل. تعالي هنا بقى معايا، في دليل بيقول ايه؟ ان في عيد للصداقه اللي هو بيبقى دايما 30/7، وفي عيد للاب وعيد للام وعيد للاخ، فكون دول ليهم اعيادهم الخاصه ده بالضروره يعني ايه؟ ان في عيد للفالنتاين خاص، وده عيد الفالنتاين العشاق مش كل ايه العيله. هي فالنتاينز ده الجيس فالنتاينز اللي هو فالنتاين اللي هو القص. أيوة بقى ليه؟ لان اصل العيد ده ايه؟ العيد ده لقس قس قسيس روماني في القرن الثالث الميلادي، ولان الكنيسه وقتها كانت قاسيه جدا، وكان واضح ان في عمليات حروب كتيره، وكان اللي مش متجوز بيروح يحارب، فكان في قفلوا باب الجواز، فهو قال لك لا ما ينفعش، اللي عايز يتجوز يجي لي وانا ايه هجوزه، فجوزه، وبقوا من ساعتها بيسموه عيد الحب، لانه توفى في 14 فبراير. وان كان بامانه في بعض الاقاويل ان ده اسطوره مش حقيقيه، وان كانت الكنيسه الكاثوليكيه صحيح اعترفت بالقصة ده واحتفت بيه. فده باختصار. طيب ايه بقى ردود الفعل اللي تمت النهارده على الموضوع؟ حتى بقى نشوف هنا ردود فعل، معظمها ردود فعل لافرز. منى زكي واحمد حلمي اتنين متجوزين عشاق طبعا، وهي قالت له ايه؟ 21 عام وما زلت انت حبي، عيد حب سعيد. برضو بوسي شلبي للعظيم الراحل محمود عبد العزيز، قالت له كل عيد حب وانت الحب، حب ده لو مش حب، حب اهو مش حتى لو مش موجود اصدقاء يعني. نفس القصه محمد رمضان وزوجته، نفس القصه نهال عنبر، بس نهال عنبر بقى وهي بقى عشان النقابه، خد بالك هي في نقابه المهن التمثيليه. فقالت ايه؟ وانتم طيب. كل عام وانتم طيبين. فده تحس بوست سياسي. انت فين البوست بتاعك خالد؟ لا انا البوست بتاعي كان سؤال، كان استفسار. هجي لك ليه. ماشي. سمية الخشاب قالت بقى هابي فالنتاين يا حبايبي للجمهور كله بقى، ده فانز، وحبوا الاكل وحبوا نفسكم، هو ده اللي بينفع. فده برضو ايه من ضمن اللقطات المهمه. رونالدو برضو كان من الناس اللي احتفوا بعيد الحب،
عندنا كمان بلا حديد الموديل الامريكيه من اصل فلسطيني الصراحه كتبت بوست حلو جدا، هل ستحرر فلسطين؟ Will you free my Palestine؟ فكانت من الحاجات اللي كان عليها اهتمام. طب الكوميكس بقى، تعالى ناخد الكوميكس سريعا. واحد بيقول لك ايه؟ لا، ويقول لك بقى اتجوز عشان لما يجي عليك الفالنتاين ما قضيهوش في البيت، ماله البيت وقدامه عربيه تسوق واضح ان هو قضاها في الشوبينج. الزميل محمد مجدي ابو زيد كاتب قال لك ايه؟ قال لك لعلمك، انا ما اعرفش لازم تشوف الصوره دي قوي لانها صوره معبره. قال لك لعلمك انا مش مشكلتي في الفالنتاين فلوس ابدا، انا مشكلتي الاقي الحب اللي اصرف عليه الفلوس نفسها. فتعليقات كتيرة لان احنا لاحظنا ده على فكرة السنة دي بأمانة، دي انا اقول لك ده بجد والله، السنة دي لقينا في حالة من الكسل على مستوى العروض على مستوى المنشورات. لو قارنا ما بين المنشورات والاهتمام بعيد الحب السنة دي واللي انت عملته السنة اللي فاتت كتير، الهدايا والعروض كمان اهل كتير، وده اللي يخلي هند صبري تقول له عايزه بنيه ابراهيم، قال لا لا هجيب لك ورد بس موضوع بالعند بس بالعند. عارف انا عارفه موضوع ابراهيم ده، بس مش الورد بتاع 17000 جنيه. انا اتصور بس كلمه كل سنه وانت طيب وكل سنه وانت طيبه بتكفي كتير قوي. كل سنه وانت طيب يعني هتكفي يعني وربنا يسعدك ويسعد عيلتك الحلوه انت ودينا. عيلتك سعيد. شكرا يا خالد. طيب عايزه اقول لكم من الاشياء المبهجه ان احنا طول الوقت هنتابع معاكم في ايام حلقاتنا هنا في حديث القاهره ردود فعلكم، والحمله بيرتفع فيها الاصوات اللي احنا عاملينها علشان نجمع 100,000 صوت مع المستشاره جيهان في بريطانيا. وصلنا حتى هذه اللحظه 3012 صوت. شكرا لكل حد بيدخل وبيصوت واحنا شغالين على الهواء. شكرا لكل شخصيه بتشاركنا في هذه الحمله، وما زلنا بنجدد الطلب الى السيد السفير سفير مصر في بريطانيا، والى السيده رئيسه الجاليه المصريه في بريطانيا، والى كل من يستطيع ان هو يدعم ويوجه الناس ويطلب منهم المشاركه يعمل كده. وطبعا السيده وزيره الهجره عليها دور كبير جدا واحنا عارفين انها هتقوم بيه على اكمل وجه. في انتظار نسمع الاخبار. فاصل، وبعد الفاصل دي بجد تستحق ان تكون حديث القاهره، قصة حياته هو ونجاحه اللي وصل بيها لأعلى درجة من درجات الاحتراف ويصبح مصور الرؤساء والمشاهير والصديق المقرب ليهم كمان، سواء كان رؤساء للجمهورية زي أنور السادات والرئيس مبارك، أو حتى زي أقطاب الفن زي أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وغيرها من الحكايات. رحلته هنا في حديث القاهرة مع ابنه بعد الفاصل. لو هشتغل اونلاين يبقى بعمل برامج تناسب الاعلام، اعلم المذيع ازاي يتكلم ببساطه السهل الممتنع، يوصل المعلومه بشياكه وبطباقه، يعني لازم يكون بيقول حرف القاف صح، يقول حرف الضاد صح، ما يبقاش يقول لك ايه اصل انا ضميري بيوجعني. بنسمع ده المذيعين كلهم يا استاذنا بتوعنا احنا. لو احنا راغبين في التطوير وان احنا نحاكي العالم فيما يقدم وتطوره، لازم نبقى عارفين شويه حاجات من اللي حصل الجديد دي. ما عليهاش سبوت يوضح للاجيال الجديده يعملوا ايه، يتعلموا ازاي. انا بس اللي بتعلم منه. اهلا اهلا، انا مبسوط قوي بكلمك اول مره بجد. طب قولي بقى ايه رايك، مين بيخاف من الفار؟ الفار ايه، كلنا بنخاف من الفار. بحاور ضيف وبقول للضيف انت قلت كذا، بعقب على جمله قالها وانا قلت الحكايه دي اكتر من مره. الاستاذه بديعه رفاعي كانت عايشه الله يديها الصحه، لقيت تاني يوم كلمه جمالات الزيادي، جمالات الزيادي مكلمه فاروق شوشه، فاروق شوشه كان رئيسي المباشر رحمه الله عليه، كاني انا ارتكبت جريمه لما بقول للضيف انت. انا ما فهمش مذيعه واحد يكلمها بالتليفون او واحده اهلا يا حبيبتي صباح الخير، ازاي انا اقول لواحد مذيعه ولا مذيعه يا حبيبتي واخبارك ايه يا جميله يا احلى، ايه الكلام الفاضي ده؟ فاحنا محتاجين بالفعل الى ان احنا يعني نرسي قواعد المهنيه والقواعد الاخلاقيه في من يمتلك ميكروفون. للاسف الشديد المسؤولين عن المؤسسات الاعلاميه عندهم توجه ان هي تبقى اقتصاديه بمعنى تجاريه مش بمعنى اقتصادي،
البي بي سي تجاريه اقتصاديه، البي بي سي 40% من دخلها نتيجه بيع الافلام الوثائقيه والبرامج التسجيليه والدراما 40%، بس دول بيجوا لتطوير البي بي سي. فانت محتاج يبقى عندك فعلا كيان من هذا النوع بقوه. وبعدين نشوف بقى مشكله اهلا بيكم من جديد وحديث القاهره. احسان عبد القدوس لما جاي يسالوه عنه قال لهم في حاجه اسمها ان الاديب لما يبدع يبقى اسمه اديب الكلمه، لكن لما نتكلم عن هذا الشخص هنقول عليه اديب الصوره. ام كلثوم في اول لقاء ليها بيه قالت له انت خليت صورتي تتكلم، حاسه انها بتتكلم من غير ما يتكتب تحتيها ولا كلمه. ازاي؟ لا، وهو اول شخص يتجرأ ويخلي رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس أنور السادات يقبل أنه يصور يوم كامل ليه، بدءا من أنه موجود في السرير وحلقته للدقن في الحمام بملابسه الخاصة، وانتهاءا بأنه بيعمل يوجا وبيلعب مع كلبه. أشياء محدش كان يتصور أنه يشوفها عن هذا الزعيم، لكن هو قدر يقنعه، ولقطاته كانت حتى هذه اللحظة وثيقة لكل حاجة صورتها. يعني خلينا نقول أديب الصورة الكبير فاروق إبراهيم حاضر معانا النهاردة بذكراه وبالصور بتاعته اللي موجودة في معرض التصوير القاهرة 2023، وبالقصص والحكايات اللي هنسمعها وتستحق أن تكون حديث القاهرة من ابنه اللي موجود معانا النهاردة وبيشاركنا، وهو أيضا المصور الأستاذ هشام فاروق إبراهيم. أهلا بك يا أستاذ هشام. أهلا يا فندم. أديب الصورة، يعني ده لفظ عظيم، الرجل الذي خلى الصورة نفسها بتتكلم. هو إرث الأستاذ الكبير فاروق إبراهيم بجد 700,000 صورة ولا الرقم ده مش؟ حوالين ده إحنا لو بنتكلم عن الأرشيف الخاص به، ولكن أنا بعتبر إن أرشيف فاروق إبراهيم متواجد في كل جريدة ومجلة وصحيفة عمل بيها، ففي جزء يخص هذه الجريدة باسم فاروق إبراهيم وهو أرشيف خاص بيها. فإحنا لو جمعنا أرشيف فاروق إبراهيم ما بين الخاص والعام هيبقى رقم مرعب جدا، أكتر من 700,000 صورة. ده أرشيفه هو، ما بين 600,000 ل 700,000 ده الأرشيف الخاص بيه هو. هو كان بيعشق التصوير لدرجة أنه كان يعني بينتقي كل شيء كادر يقع عليه، كل حكاية بيعتبرها كادر، وقصصه ملهمة كتير جدا للمصورين اللي بيعشقوا الصحافة وبيعشقوا الصورة. لكن لما نيجي نختار بقى من الإرث الكبير ده مجموعة صور عشان نحطها في معرض القاهرة للتصوير 2023، أكيد الاختيار ما كانش سهل عليك يا أستاذ هشام. يعني هنا مش هقدر أقول إن الاختيار كان سهل، بل بالعكس الاختيار كان صعب على كريم أخويا وهو أصغر أبناء فاروق إبراهيم. وكريم هو اللي عمل المعرض وخد على عاتقه تقريبا 4 شهور شغل متواصل بين إحباطات وانفعالات ونجاح واختيارات، لحد ما قدر يوصل بهذا الشكل المشرف جدا للمعرض اللي خلانا الحقيقة كلنا فخورين. أقدر أقول ببعث فاروق إبراهيم تاني أو حياة فاروق إبراهيم وروحه الفنية من جديد ما بين جيل النهاردة لم يسمع بفاروق إبراهيم ولم يرى أعماله بالزبط. فكريم قدر يحقق ده الحقيقة. خلينا من هنا إحنا هنا كحديث القاهرة نوجه له وكمان الشكر على الانتقاء. شايفين العدد قد إيه في الصور اللي بنعرضها من الجناح الخاص بهذا المصور الكبير العظيم، وكلهم أعمار مختلفة. فعلا يعني هذا الإقبال بمعناه كبير جدا جدا عندنا، وإن هذا الإرث باقي. لكن كل صورة كان بيتم اختيارها كم؟ بيتم اختيارها إيه؟ بناء على نوعية الكادر والصورة وتوقيتها وأهميتها السياسية، ولا القصة اللي وراها؟ كل صور فاروق إبراهيم وراها قصص. فاروق إبراهيم كان الموضوع بيبتدي عنده من رئاسة التحرير لما بيطلب منه
يعمل ريبورتاج. دايما الصورة عنده هو مش عايز الصورة التقليدية، مش عايز الصورة اللي اتشافت قبل كده او اللي اتخذت قبل كده، او لان الريبورتاجات بتبقى مكررة، ففي زمايل سبقوه، في زمايل معاه عملوا الصور، فدايما كان يدور على المختلف. وكان عنده قدرة انه يقدر يشكل الضيف اللي قدامه زي ما هو عايز بطريقة سلسة جدا، وطريقة ابن البلد، وبيخلي اللي قدامه يحس انه يعرفه من زمان، وبالتالي يقبل التشكيل، ومن هنا بيبتدي يقتنص الفرصة. الإنسانيات عنده كانت البطل، لأنه كان صديق مقرب جدا لأم كلثوم، وصديق مقرب جدا لعبد الحليم حافظ، حتى في عز الوقت اللي كان فيه يعني ناس بتتكلم على أنه إزاي هيجتمع الضدين، لكن كان بيسافر مع ده ومع ده وجمعهم في صورة لن ينساها تاريخ الفن. وحيدة، الوحيدة والمعبرة جدا عن شخصية الاثنين. عايز أعرف القصة اللي كانت وراء الصورة اللي بيبوس فيها عبد الحليم حافظ إيده مكشف. دي كانت في فرح عمر خورشيد، وكانت بعد مشكلة حصلت ما بين الفنانة أم كلثوم والعندليب، وكان في حفل نادي الضباط، وكان العندليب طول في الجزئية بتاعته، فطبعا جه على حساب السيدة أم كلثوم، فيعني كان حصل خلاف بسيط مع بعض من العتاب، فاللي فك العتاب ده يوميها كان العندليب مسافر وعايز ياخد فاروق إبراهيم معاه، فراح للسيدة أم كلثوم وقال لها يا ست الكل تسمحي لي اخد فاروق ابراهيم منك؟ فقالت له خده اهو عندك وانا هاكله. ده يعني الرد البسيط جدا. فقال لها عشان انا مسافر وعايزه معايا. قالت له ما انت لازم تاخده علشان يداري لك الباروكه اللي انت بتلبسها. قال لها يا ست الكل انا ما بلبسش باروكه حتى شدي شعري. فوهي بتمد ايدها عشان تشد شعره راح واخدها وبايسها. ده كان امام عدسه فاروق ابراهيم، خرجت اللقطه اللي محدش يتوقعها واللي ما اتكررتش تاني، مفيش صوره تانية بتجمع بينهم، الصوره الوحيده اللي بتجمع بينهم. رحله فاروق ابراهيم مع ام كلثوم كانت مختلفه، بدات بعظمه بجوار الاهرام وانتهت بوفاتها يعني، ورحلته مع عبد الحليم حافظ بدات برضو بطلب شخصي وانتهت بوفاته، وبعد رحيله خرج كتاب كامل مصور عن حليم. أم كلثوم عمل معاها إيه بعد كل الصور والتاريخ اللي كان موجود؟ كان بيشوفها إزاي؟ كانت بالنسبة له إيه؟ الموضوع حليم ابتدى صداقة وتحولت إلى عمل. أم كلثوم عمل وتحول إلى قرب وصداقة. فأم كلثوم هي اللي اختارت فاروق إبراهيم، ولكن الصداقة هي اللي اختارت فاروق إبراهيم عند حليم، وده كان اختلاف شوية. بس أم كلثوم في الآخر هي اختارته بسبب صورة، وبعد نجاح هذه الصورة هي طلبته وراح وزارها، ومن هنا ابتدت الرحلة والمصاحبة. ومواضيع أم كلثوم لحد النهاردة لم تنتهي، يعني احنا لو بنتكلم على نشر حاجة معينة فكل المواضيع التي تنشر لأم كلثوم 90 أو 95% منها هي صور فاروق إبراهيم. بس اللي كان بيتصيد لحظات مش ممكن حد يتوقعها، يعني حتى في الرحلات اللي كانت بتعملها ورا، في صورة شهيرة جدا ليها علاقة بشخص يقبل قدم أم كلثوم في رحلة من الرحلات، دي كانت يعني مشكلة. إيه القصة اللي كانت وراها؟ وهل كان ليها رد فعل عند يعني في الصحافة وعند أم كلثوم نفسها أو عند الناس، سواء كان بالسلب أو الإيجاب، الصورة الغير هو معتادة هو دي؟ رد الفعل اللي حصل فاروق إبراهيم كان في الرحلة دي مع أم كلثوم، وهي راحة بتشدو على مسرح الأولمبي، وطلع شخص من الجماهير
عراقي الجنسية حابب وعاشق لصوت السيدة أم كلثوم، فطلع احتضنها وهو في حالة شجن قوية جدا، فلما حاولت أم كلثوم لدرجة أنها وقعت. في الوقت ده فاروق إبراهيم شاهد على الكلام ده، ولكن في فاروق إبراهيم الإنسان اللي ممكن يروح يساعد، وفي فاروق إبراهيم الصحفي اللي لازم يصور. الصحفي أقوى من الإنسان بكتير في اللحظة دي، لحظة لا تتكرر طبعا أصلاً. صور كل الصور اللي ممكن تحدث واعتمد أن الآخرين سينقذوه. لدرجة أن أم كلثوم علشان يعني تلطف من الموقف فابتدت تجدو بنفس الأغنية وتغني وتقول هل رأى الحب سكارى بيننا، وده كان من غير مصاحبة الفرقة الموسيقية، وقال إعادة الكوبليه كذا مرة علشان الناس برضو تبتدي تتناغم، وبدلت كلمة مثلنا ببيننا. من لغاية دلوقتي الناس بهذه الأغنية احنا لغاية دلوقتي مفيش مشكلة، ولكن مش ممكن فاروق إبراهيم ينسى ولاؤه لجريدة أخبار اليوم، وهي المدرسة التي تعلم وتخرج منها واللي قدرته في أوقات مهمة جدا، واللي شهدت نجاحات وانفرادات كبيرة جدا. حياته أخبار اليوم أنا حياته. أنا مجموعة صور عايزة أعرف اللي وراها. الصورة دي مثلا قصتها. الصورة دي كان في موضوع طالع في ريبورتاج مع زميل لي من الأخبار، ورايحين بيصوروا موضوع عن راقصات فرقة رضا. فاللي حصل ان هو حاول يتواصل مع احدى الراقصات عشان يشرح لها انها تعمل الحركة دي. مش قادرة تفهم، فراح حاطط الكاميرا وراح عامل الحركة، فزميله اللي معاه صوره، ونزلت الصورة دي على الموضوع بفاروق إبراهيم في موضوع فرقة رضا. والله واثبت جدارة في انه عمل القفزة دي، يعني رغم انه كان دايما كان وسيم جدا لدرجة ان الناس استكترت انه ازاي انت تروح للتصوير بس وتسيب السينما، رغم انها كانت فتحة لك ببنها وانت صديق المشاهير يعني. ده حقيقي. طب ام كلثوم ومحمد حسنين هيكل، هذا الاستاذ العظيم اللي بيحاور كل الناس، هو التقط لقطه الضد. ودي صوره ام كلثوم وهي تحاور الاديب والكاتب محمد حسنين هيكل. ودي برضو كانت فرصه لطيفه ان يطلع منها الصوره دي وتبقى الصوره المختلفه كويس لما تحتوي من عنصر الناس ما شافت دايما العكس، ولكن المره دي كان المحاور هو ام كلثوم. واضح ان ام كلثوم كانت خفيفه الظل يعني في الحياه بتاعتها العاديه، يعني بكل اللقطات اللي كان بيلحقها لها الاستاذ فاروق، مش يعني دي كلها كانت عفويه وجميله، وده معناه ان العلاقه الانسانيه بينهم كانت بتسمح لها تكون في كل حالاتها قدامه. ده حقيقي. اعتقد انا الحقيقه ما قعدتش يعني ممكن انا قابلتها بس انا كنت صغير طبعا، بس اعتقد ان انها كانت امامه، يعني في صور بتثبت ان هي امامه كانت بتتخلى عن كل شيء، وصورها وهي بتحط ميك اب، وصورها وهي في البيت، وصورها وهي بتستعد، وصورها وهي في لحظه السكون والتركيز التام قبل فتح الستار في الحفلات، ودي بتبقى لحظه رهبه قويه جدا 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 لمقابله الجمهور بعد فتح الستار. وحضرتك لما تشوفي الصوره دي باين فيها جدا اللي هو حتى ام كلثوم كان عندها الرهبه دي، فاروق ابراهيم قدر يطلع الرهبه دي في الصوره. وده طبعا انفراد بالذات، فاللي هيكون موجود فيه فهو قريب للذات، وده الجانب النفسي والإنساني مهم جدا. في صورة كانت مفاجأة للناس لعالم كبير جليل الله يرحمه، دي كانت حديث القاهرة بالمناسبة، لأن احنا شايفين الكنوز ما زالت بتخرج. حكاية الصورة دي يعني أحمد زويل قاعد على قهوة في الحسين
فاروق ابراهيم كان بيملك من الخفه والمرح رصيد قوي جدا. وكان لازم يبدا مواضيعه بان هو يحاول يبقى في نوع من الصداقه بينه وبين الضيف، ولازم يكتسب ثقته. واول ما بيكتسب ثقته بتبتدي رحله العذاب والشقاء لهذا الضيف. علشان هيبتدي فاروق ابراهيم يشكله كويس بالشكل اللي هو عايز يطلع منه الصوره. كويس؟ فده اللي كان بيحصل. دكتور احمد زويل شخص عالم مصري عايش في الخارج في الولايات المتحده، اخذ جائزه نوبل، رجع في اول لقاء ليه، في اول زياره ليه في بلده، راح فاروق ابراهيم قبله يعني مقابله قبل ميعاد التصوير، ومنها استشف هو هيقدر يعمل معاه اللي هو عايزه. فاكتشف ان الدكتور زويل يملك من السماحه ما يسمح له انه يتعامل بجراءه ويبتدي يشكله ويعذبه. فراح علشان انت عايش في الولايات المتحده، انت خدت نوبل ولكنك مصري ذو جذور مصريه، ومفيش شيء يثبت الجذور المصريه قد الشيشه والفشاوي القعده المصري قوي وكان الخليلي. فدي كانت اللي هو انت مصري. كانت مفاجاه للناس، عملت حديث خاص جدا بينهم. لكن الصوره دي بقى واللي هو نفسه جزء منها دي بقى صورة عملت لأول مرة زي ما قال الناس اللي حضرت هذا اللقاء إن الزعيم السادات لأول مرة يحتد كمان فيها على السيدة جيهان السادات ويقول لها دي الصحافة الجديدة وده الشكل الجديد وأنا مقتنع بده ومش عايز الموضوع يتفتح تاني. حدش يتصور السادات بملابس خاصة أو ملابس داخلية بيحلق دقنه على سريره. أقنعه إزاي؟ الناس كلها متخيلة إن هو أقنعه. ها؟ لا، هو استغل الفرصة. محدش يقدر يقنع رئيس جمهورية ايا كان، يعني لان محدش ضامن رد الفعل، حتى ممكن يبقى عامل ازاي بعرض الفكرة. ولكن ده كان في استراحة العناطر. فاروق ابراهيم كان عنده كارت بلانش ان هو يقدر يخش على الرئيس السادات يصحيه الصبح من النوم. واللي وصله لده اصلا ان هو كان قدم طلب انه عايز يعمل عنه كتاب. فلما خد التصريح بالكتاب فابتدى يبقى متقارب. بس الفكره كانت فكره الاستاذ فاروق، انا هنا عايزه اتاكد من معلومه لانها ذكرت على جانب انها كانت فرقه الاستاذ فاروق ابراهيم، وفي اشخاص اخرين قالوا لا ده كان حوار مطلوب من الاستاذ ابراهيم سعد. لا 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 لا, لا. يعني لو هنرجع لجذور القصه، مؤتمر صحفي رئيس السادات، فاروق ابراهيم موجود في كصحفي عادي بيغطي المؤتمر، الصحفيين اليوم كردون، وفوجئ بمصور أمريكي الجنسية خارج الكردون يفعل ما يحلو له. فالموضوع أثار فضوله مين ده؟ فلما سأل عرف أن تم استدعائه من الرئاسة لعمل كتاب خاص عن الرئيس. رجع المكتب كتب جواب للرئيس الراحل السادات بيطلب منه بعفوية جدا، ليه؟ مش تجرب ابناء بلدك الاول؟ يعني جرب ابنائك وابناء بلدك واللي عارفين التقاليد وعارفين العرف وعارفين كل حاجه كويس، وان خذلوك فالجأ للغرب، اديني فرصه وشوف المصريين هيعملوها ولا لا. انا كابن من ابنائك وكابن من ابناء البلد دي بأطالب بالفرصه دي. وفوجئ ان الرد جاله بعديها ب 48 ساعه ان بكره انت مطلوب لمقابله الرئيس السادات. عايز تعمل ايه يا فاروق؟ قال له انا عايز اعمل كذا كذا كذا. وكانت اول مقابله في الهرم، في صحاري سيتي عند الهرم. ودي اللي ابتدى فيها سيح التلج بينه وبين الرئيس السادات وابتدى يعمل فيه الكلام. بس توصل انه يحلق، وهذه الصوره اللي احنا شفنا رواد هذا المعرض بيقلدوها وبياخدوا نفس الصوره على الارض. حصل. يعني قعده المديتيشن والاسترخاء بعد في بدايه اليوم او بعد رياضه، اتفضل شايف هذا المنظر المتكرر اللي احنا شفناه، الناس بتاخد نفس الصوره. مؤثره للدرجه دي؟ لانه رئيس الجمهوريه ومحدش كان يتوقع حاجه زي دي، ولكن دي كانت رغبه السادات الشخصيه. يعني السادات لما دخل الحمام عشان يحلق دقنه، ففاروق ابراهيم الاول كان عنده في اوضه النوم بياخد الصور تانية،
فلما لقى توجه للحمام فخرج بره. ففوجئ ان سيادة الرئيس بيناديله. فلما دخل عليه قال له فين الكاميرا؟ قال له كاميرا ايه يا فندم؟ انا هعمل ايه بالكاميرا في الحمام؟ قال له هات الكاميرا، مش انت يوم في حياة الرئيس؟ انا هحلق دقني. رئيس الناس متخيلة ان رئيس الجمهورية ده فيه 7 بيلبسوه، 3 بيحلقوا له شنبه، 5 بيوضبوا له شعره، كويس؟ يجوا يشوفوا رئيس الجمهورية وهو بيحلق دقنه بنفسه، كويس؟ الكلام ده كله. لما طلع يجيب الكاميرا، الكاميرا كان فيها عدسة وايد انجل. فالعدسة الوايد عدسة يعني الكادر بتاعها واسع. ما كانش عنده وقت من الفرحة والخضة والتردد والخوف وضربات القلب وكل حاجة في الدنيا انه يغير العدسة. وخاف لما يجي يغيرها الرئيس يرجع في كلامه. فرح داخل العدسة الوايد. طب نعمل ايه؟ يبقى نقرب من الرئيس. قربه من الرئيس علشان العدسة وايد، فهو عايز ياخده في ميديوم كلوز او في كلوز، او يعني المهم مش عايز ينزل تحت. فالرئيس السادات اعترض ساعتها، قال له يا فاروق ما ترجع، انت ليه كابس على نفسي؟ قال له يا فندم اصلا انا لو رجعت يعني ها. فقال له وري رئيس الجمهورية، انا ما عنديش اي مانع. قال له يا فندم طبعا دي كانت تاني خضة لفاروق ابراهيم، صور ده ورجع البيت، يعني انا مش هنسى يوميها. هو رجع البيت هو في حالة ذهول. ده حصل بجد؟ والله. خير يا بابا؟ ووالدتي تسأله في يا فاروق؟ حصل حاجة النهاردة انا مش عارف هي، هو يعني يا هروح في داهية، بس هو قال لي يعني هو يعني هو اللي قال مش يعني هي. وابتدى يتلاصم كده من الكلام مش فاهمينها. وبعدين راح نازل، راح المكتب علشان يحمض الصور ويطلع، وهو عاده ان الصور لما كان بيقدمها للرئيس كانت لازم تروح في البومات، وكان لازم احنا نقعد كلنا نلزق الالبومات دي في البيت، كويس؟ ان ما ينفعش انتوا اول ناس شافت صور السادات، ما ينفعش يعني دي حاجات طبعًا خاصه جدا طبعًا. فلازم تتعامل كده. فلما رجع بالصور الصبح وجاب الالبومات علشان نعملها، والدتي اتخضت وزعقت، ايه يا فاروق اللي انت عملته ده؟ فلا في، قالت له انت بجد عملت ده؟ قالها احنا هناخد دول ونديهم للرئيس. وفعلا خد الصور وداهم للرئيس، رجع بيهم، وكان الرئيس في جلسه مع المهندس عثمان احمد عثمان رحمه الله عليه. فسلمهم للسكرتير بتاع الرئيس وقال له ما تقفلش الباب، انا عايز اسمع. وكان جاهز لو سمع زعيق كان هيطلع يجري ياخد العربيه ويختفي طبعا، ولو سمع يعني حاجه كويسه فهو باقي بقى عشان ايه ينبسط بعمله بقى مكافاه. ساد الصمت للحظه، وبعدين سمع ضحكه وقال له الرئيس بيكلم المهندس عثمان، قال له شفت يا عثمان الولد فاروق اللي عمل ايه؟ قال له شفت الصور دي؟ ها ها ها، وضحك، وكان شايف انها صور قويه جدا. هو بصراحه يعني جرؤ على انه يكتب هذا الخطاب، وكانت نتيجته جرأة من السيد الرئيس وقتها وقبول أنور للفكرة. السادات وقبول للفكرة، بالعكس ده كمان تجرأ اكتر وخلاه يصوره في مواقف محدش كان يتصور انه هيقبلها، مش انه هو اللي يطلبها. هي القصص اللي وراء هذا الرجل الذي عشق الكاميرا فعشقته، حب الناس فحبته، قرب لهم انسانيا فقربوا له. علشان كده لحد هذه اللحظة وبعد حتى سنوات رحيله صوره بقية وتتحدث عنه، وحكايات أبنائه الأستاذ كريم اللي أجاد في اختيار الصور، والأستاذ هشام اللي معانا النهاردة وحكالنا هذه القصص حتى هذه اللحظة بقية. احنا مشكورك جدا يا أستاذ هشام، شكرا لي، وسعداء بكل القصص التي نسمعها دائما عن الأستاذ العظيم فاروق إبراهيم أديب الصورة. شكرا جزيلا ليك، وامتداد جديد لهذا المعرض، وما تنسوش إذا تم تمديده لازم تشوفوه. بعد هذا الفاصل هنتقابل مع الورشة، الفرقة اللي خلت للمسرح حكاية مختلفة خالص بعد 36 سنة نجاحه معفرة و الفنان الكبير المخرج الأستاذ حسن الجريتلي،
وأبطال ونجوم من الورشة بيشاركونا هنا في حديث القاهرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. لما بنتكلم عن الإبداع بنتكلم بفخر، يعني رغم إغراءات السينما واللي كانت مدخل ليه سهل جدا وجميل ونجاحها مضمون في مصر، إلا إن عشقه للمسرح ما كانش ممكن أبدا يقاوم، واللي درسوا في أكتر الدول اللي ممكن حد يحب كمان يفضل فيها سواء كانت أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا، إلا إنه لما رجع مصر قضى 36 سنة مسرح وحكي وسيرة وجمال وتعليم، وعمل عيلة كبيرة قوي قوي اسمها عيلة الورشة. فخورين إنه هو معانا النهاردة مع مجموعة من الورشة بعد قصص النجاح الكبيرة دي وقصص المعاناة برضو. الفنان الكبير والمخرج الأستاذ حسن الجريتلي، أهلا بيك. أهلا بحضرتك، شرفتنا. الله يخليك، شرف مقدار. أهلا بيك. ومعانا مجموعة من الورشة زي ما قلنا، ورشة الفنانين اللي بجد، الورشجية. أيوة الورشجية، هذا هو اللفظ والحدث. يعني هنبتدي بالبنات بما أننا أنتوا عارفين يعني لازم، ما ينفعش. معانا الأستاذة ميرفت الجسري، طبعا هي موجودة النهاردة كورشجية، وأيضا تعرفين هي لمستها لقلبنا لأنها زوجة الراحل الكبير الأستاذ سيد حجاب. أهلا بيك يا أستاذ. أهلا بيك، أهلا، شرفتين. ومعانا البنوتة الجميلة، أصغر أعضاء الفرقة، كانت 18 لما اتفرجتوا عليها في الفيديو ده، لكن دلوقتي شروق زهران عندها 21 سنة وهي مطربة. أهلا بيك يا أستاذ. أهلا بحضرتك. ومعانا كمان الأستاذ علي عبد اللطيف تيفا. ايوه الحكاء، هنشوف معانا النهارده الجمال. اهلا بيك يا علي. اهلا. ومعانا استاذ العود، مدرس العود في معهد الموسيقى العربيه، الاستاذ ماجد سليمان. اهلا بيك يا استاذ ماجد. الخلطه دي حلوه قوي. دول اربعه من 30 يمكن، مش كده؟ الورشه فيها ناس كتير قوي، يعني كل ما شاء الله، يعني في منهم كمان نجح وفتح طريق كبير جدا لنفسه في عالم الدراما وعالم السينما. زي مين يعني؟ عايز تفكر الناس ولا افكرهم انا؟ لا فكريهم انت، لا انا هم دول العيله حاليا. كل يعني حد فيهم موهبته من اجمل ما يكون، لكن لو اتكلمنا مختلفة عن الثانيه جدا، صح، وطلته حتى في الدراما والسينما، هي طلت فنان مختلف اللي احنا بنقول عليه فنان الشامل، يعمل كل شيء واي شيء ولا يوقفه شيء. بس عايز حضرتك اللي تقول للناس مين اللي كانوا موجودين وبصماتهم في قلبك وبصماتهم في قلبهم موجودة كمان. آخر يعني أحدث واحدة من اللي اشتهروا دنيا ماهر، مش كده؟ في غير كده أول واحدة عبلة كامل. الله حبيبت الملايين. وفي هذه الأثناء في عمرو عبد الجليل. في لفترة قصيرة لأنه اتخطف السوق بالقاف، خطفوا محمد هنيدي. في ناس كتير تانيين. لا نكمل بقى واللي موجودين دلوقتي، يعني عندنا أبو العروسة، مش هنقدر. سيد رجب طبعا. هنقدر ما نقولش ده، احنا كان موجود معانا كمان في الفيديو. وعندنا كمان المسرح في الورشة هو مسرح مختلف، ليس مسرح تمثيل بس زي ما الناس بتشوف. وفي دينا الوديدي، وفي بصوتها الجميل مريم صالح سعد، وفي يعني كلهم ولاد، كلهم ورشجيه. عارف عبد الرسول؟ عارف عبد الرسول؟ كمان طبعا كانت معانا في البرنامج كمان الاخير لما حكينا عن ازمه الورشه المره اللي فاتت، عارفه؟ وهي احمد كمال طبعا. احمد كمال وعارفه اتكلموا في البرنامج. الورشه بالنسبه لك حلم بيتحقق بقاله 36 سنه. كابوس. ده بالمعاناه اللي بتيجي في الورشه. خلينا نروح للكابوس الاول، لان مفيش جمال من غير معاناه. يعني احيانا بيقولوا الالم بيخلق جمال من نوع مختلف. عايزين شويه راحه برضو، يعني ممكن نجرب العكس شويه ناخد شويه راحه ونطلع الناس الحلوين، ناخد اجازه. بس ليه اصرارك على ان الموضوع يبقى صعب قوي كده يا استاذ حسن؟ كل الناس تقول طب ليه هو مصر انه يعلم الناس كل حاجه، الاداء الصوتي والاداء الايقاعي وحركه المسرح والتمثيل والحكي وكل شيء؟ لانها كلها حاجه واحده، مش كده؟ حاجه واحده على بعضها. واحنا طبعا في عصر الحاجات دي بتبدو كانها، يعني احنا عايشين في عصر المتوسط هو المعيار، فبالتالي فكره انه تشتغلي دايما على التميز بتبدو حاجة يعني ليه واحنا مش كده؟ احنا بنقص من فوق التميز، مش لازم الامور لازم الحال يبقى على ما هو عليه، في حين انه مفيش حدود للتطور، مش كده؟ والبنى وكده. اعتقد انها بالنسبة لك رسالة اكبر بكتير جدا يا استاذ حسن.
هي رسالة، رسالة الفن مرض للتنمية. مرض، مرض يا ابني. مرض جميل بقى، لو هنطلق عليه ده مع يعني كلمة مرض وصعوبتها، لكن مرض الجمال، مرض عشق الجمال والفن. أنا عايزة أبتدي من البنات. أنت أصغر حد موجود. فكرة الانضمام للعيلة وإنه يبقوا كلهم كبار، وفي منهم أساتذة وفي منهم سبقني، وأستاذ حسن عنده حاجات كتير، لكن بيبقى شعوري مختلف. هو الحقيقة أصلا يعني هم، أنا أول ما جيت أنا كنت أصغر واحدة. وليه دخلتيها أصلا الورشة؟ أنا أختي كانت فيها وكنت سمعت المربعات وأنا صغيرة، كنتش فاهمة قوي الكلام اللي بيتقال، بس أنا كنت حابة اللي بيتقال. حضرت معاها حفلة واحدة بس كنت لسه صغيرة قوي، فما جاتش فرصة أن أنا أكون موجودة أكيد. لما كبرت هو في حاجة في الورشة اسمها المجاورة، فاحنا بنيجي بنقعد ونسمع واحده واحده، بنبقى من الـ من الـ من الورشه يعني. هي الفكره ان هم ضموني واحتووني قوي معاهم، فما حسيتش ان هو في فرق كبير في السن، بس هم مش محسسيني بده صراحه يعني. يعني بقينا عيله من اول طله كده. بالمناسبه هي كانت موجوده زي ما قلت لكم في الفيديو اللي شفناه دلوقتي من انتاج باب مصر، وطبعا هم سمحوا لنا ان احنا نعرض جزء منه. لما شفناها كانت صغيره 18 سنه، من 18 ل 21. قبل ما اكمل اسئله، ايه رايك نسمع حاجه؟ اوكي تمام ماشي. هتغني لنا ايه؟ بعضشي ماشي. ازاي تشوفني يا بعضشي بقميص النوم شفتشي، وزعلت قولي فرفشي، لا لحد عندي واختشي. ازاي تشوفني يا بعضشي بقميص النوم شفتشي، وزعلت قولي فرفشي، لا لحد عندي واختشي. ما عطلكش يا فندينا، ما بروحش سيما ولا جنينة. ما عطلكش يا فندينا، ما بروحش سيما ولا جنينة. أنا ماشي على كلمة نينة، لو حد عكسك خربشي. إزاي تشوفني يا بعضشي بقميص النوم الشفشي، وزعلت قولي فرفشي، لا لحد عندي واختشي. أنا سبت بيت صيفي وشتوي، فاتحة البيبان بس انتنوي. أنا سبت بيت صيفي وشتوي، فاتحة البيبان بس انتنوي. بطبخ حمام وعرف اكوي، يا هدومه يلا تكرمشي. ازاي تشوفني يا بعضشي بقميص النوم شفتشي، وزعلت قولي فرفشي، لا لحد عندي واختشي. عايزني هات شجرة نعنع ومستكة وشبشب بصباع. عايزني هات شجرة نعنع ومستكة وشبشب بصباع. انا عمري ما اجيب لاوي دراع، يا ابو الجاكيت تلمش مشي. ازاي تشوفني يا بعضشي
مش شفتشي وزعلت قولي فرفشي لا لحد عندي وخفشي ازاي تشوفني يا بعضشي بقميص النوم مش شفتشي وزعلت قولي فرفشي لا لحد عندي وخفشي. الله 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 على جمال الكلمة والعظيم أحمد حداد. خفة الدم المصري في الكلمة والحكاية الحدوتة المصرية والمزيكا المصري كل ده موجود عندنا. حازم شاهين صحيح. فكرة بقى وصول التراث وحتى كل اللي يجي عندنا وكل حاجة ليها حكاية وليها علاقة بتراثنا وأفكارنا تبقى موجودة في الورشة وانت مصر عليها للآخر. ما هي موجودة في يعني قصدي ده إبداع مبني على التراث. يعني الشغل ده في العشرينات كان فيه أغاني من هذا النوع مش كده اللي هو الميوزيك هول المصري صحيح. وعماد الدين والغنى اللي كان موجود ما بين الحياة السياسية والاجتماعية والفنية في الفترة دي. فالشغل اللي عملوه هو إبداع على علاقة بالتراث ده. دي روح يعني هي مادة وروح يعيشه تاني ويحيى معاه تاني. طبعا طبعا بخف الدم فظيعة يعني وده اللي حضرتك بتعمله دلوقتي مع الحاجات دي مع 21 سنة بتغني ازاي تشوفني يا بعضشي يعني شوف الجمال بيطلع ازاي وبتغني بقى الأغاني بتاعت العشرينات برضو. برافو عليك برافو عليك حلو. طيب لما نروح بقى يعني الأستاذة مربت بالاساس انت اعتقد ليكي علاقه بالموسيقى وعزيفه قانون صح؟ عزفتي قانون فتره درست في المعهد موسيقى في رمسيس قانون بس وبغني من وانا صغيره بس انا كنت كيميائيه واشتغلت في البيئه وريموت سنسنج وحاجات كده مالهاش اي علاقه باللي بعمله دلوقتي بس انا طول عمري يعني بحب الادب والفنون ومتذوقه ليها وقارئه وكده. ليه دخلتي الورشه وامتى دخلتي الورشه؟ هي اصغر واحده شروق انا اجدد واحده الحمد لله على سلامتك وانضمامك للورشة أخيرا أيوه بالصدفة ورب صدفة خير من ألف معاك. كنت بمر بظروف صعبة وهم أعلنوا عن ورشة اسمها مهارات الممثل الشامل كان فيها طبلة إيقاع وتحطيب وغنى وحكي وأنا كنت رايحة عشان الغنى عشان ده يعني بس قلت يلا خليني أروح أغير. كنا بنروح مرتين في الأسبوع من 5 لـ10 وبقيت في يعني اكتشفت نفسي ولا اتبسطت خالص ولزقت لهم بعد كده في كله بقى لزقت يعني حكي حبيت غنى. الحكي جدا وحبيت الحاجات التانية انا كنت بس انا يعني الغنى هو كان ده اللي انا بحبه من وانا صغيره بس ما جربتيهوش قبل كده استاذه مرفت صح؟ كان عندي حاجه بس هربت تقريبا او خفت وما كملتش كنت عايزه اغني من زمان بس واضح انه يمكن الحلم دلوقتي بيتحقق. وبعدين لما يكون الاستاذ سيد حجاب كمان يعني رفيق درب وسنين طويله جدا يعني وما يكتبليش اغنيه اغنيها يعني اساس انا اصلا قابلته عشان اغني وبعدين ما غنيتش انا قابلته عشان اغني وما غنيتش هو اللي خطفك بقى. بس انا عايزه اسمع صوتك واسمع الساده المشاهدين تجربتك مع الورشجيه مع الجمال والاختلاف والتنوع وتنميه الصوت. سمعين الصوت اختلف تمام من قبل وبعد نغني ايه؟ فاطمه سري؟ ايه؟ فاطمه سري عشرينات وفي الاخر لو لحقنا مع رمضان طيب. وكده نعمل السيره دي اغنيه من العشرينات لمغنيه اسمها فاطمه سري طب كانت بتغني بتتحدى جوزها حاجات كده وزكريا احمد بس مش متاكدين من الكلام غالبا هي الالحان زكريا احمد هي فيها تحدي الأغنية دي هيجيلك يوم
لما يروق عقلي وبالي حيجي لك يوم تترجعني. لما شوف انا ازاي تنساني واتقال عليك اتقال عليك طول بالك. بكرة تحدي ده. انا يعني مين هم الناس اللي بتيجي الورشه؟ احنا شايفين اعمار مختلفه، نوعيات ونماذج مختلفه، اسباب مختلفه لدخول الورشه. ناس من الريف، ناس من الحضر، ناس من مسلمين وعبط، ستات ورجاله، اطفال وعواجيز، فنانين تقليديين وفنانين معاصرين، راقصين ومغنيين وممثلين. مش باعداد يعني، بس مش لازم اجي وانا موهبتي 100% والناس كلها بتسقف لي. انا ممكن اجي لك وانا عايزه اكتشف موهبتي، صح، او عايزه انمي موهبتي، انها ما تكونش موهبه يعني لسه ما اكتشفتهاش، عايزه انميها، عايزه احطها على الطريق. يعني لو معاكي فلوس كتير ممكن نقبلك يعني بالرشوه. لا قصدي يعني ندربك، مش كده؟ لان احنا دلوقتي مع غياب التمويل ومع ده هنتكلم فيه استاذ مسائل السفر وكده بنشتغل لأول مرة. بما إن علي موجود معانا الحكي وفن الحكي في ورشة الورشة هو ورشاجي حكاء، صح يا علي؟ بالظبط. ومغني برضو يعني، بس على قدي. كان فترة في الجيش فما راجعش أغانيه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. من الجيش رأسا لحديث القاهرة. بالظبط كده. وهتحكي لنا إيه النهاردة؟ مقتل الزناتي خليفة، من جزء من السيرة الهلالية. الله الله. طب يلا أنا جاهزة وكلنا جاهزين. وانا واستعملنا احنا ك وانا قلعت النضاره اول ما نبدي نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. نبي عربي نور ملا المحراب، 2000 صلاه ترضي النبي، اشرف الامم طه الحبيب، المدح فيه ثواب، بعد تمجيدي بجمال محمد اصغى كلامي وافهم معنى الجواب. الحرب ما بين دياب ابن غانم والزناتي خليفة استمرت 7 أيام، واليوم هواه اليوم الحرب الأخيرة. فخليفة جمع رجاله وقال اللي بيع العمر مش عار، ونادى على الجيش جاله، ركب الزناتي وظهر وبان، يا رب الطف وبارك. راح في تلك اليوم لقي الميدان عمران، كان يوم الخميس المبارك، لقي الميدان عمران، وجد دياب وعرب الزغابة قبل المعاد ملكوا المكان. كان دياب قلبه زغابة، خليفة قال له صباح الخير يا حامل بنات الهوانم،
وجه العز والخير يا وافي الحسب يا ابو غانم. دياب قال له صباح مصر وصبح عليك يا زناتي، انما انا جاي الجسم مثل محضر على يدي زناتي. خليفه قال له مش معنى ان هذا 14 سنه وانا جيكم يا العربان وارده، ما حدش اتى قبلي فيكم الا النهارده. وريني كده مين من عرب بني زغبه ومن عرب بني زحلان ومن عرب بني دريد، مين فيكم لما كانت تاجي عليه القرعه او غير القرعه ياجي في الميدان قبلي وما يلقانيش وانا اجي بعده؟ قال له دياب ما حصلش. قال الله وايش عجب النهارده، انت جاي تكاهف ال 14 سنه يا دياب، ما حدش جه الميدان قبلي الا انت. قال له دياب اصل النهارده حمولي تقال على يدي مجرد زناتي، النهارده اللي عليه الرمل قال راح اغدرك يا زناتي. خليفه قال له والله انت كذاب والرمل كمان كذاب، ولا تعرف اللي يسيبك يا مجنون ياك عقلك في راسك كذاب، لتنسى ادم رصيدك. انا عمري في يد الله مش ضامنه يا ولد غانم، هل عندك بموت يا عبد الله وعتنام على فرش ناعم؟ دياب قال له ان شاء مولاك النهارده هفقد حياتك، اوجه معادك وجه الناس وتفهم كلامي بذاتك. خليفه قال له طب افرض ما نزلتش من فوق ولا ركبت الركوبه، كنت تقتل مين النهارده يلي على كلمه ما تفوق؟ كان تعمل ايه في هذه العجوبه؟ افرض انا النهارده ما جيتش الحرب، تقتل مين كان يا ابن غانم عشان اوري لك الكذب والضرب وتشهد بنات الهوانم؟ دياب قال له يجيبك وعدك، غصب عنك راح تجيله حتى ما كنتش موعدك، انت تنزل وحينقضي له. قال طب احلف لي بيمين. ده مين؟ خليفه. اما ندهت لي باسمك مجيلك ونشوف فينا الكاذب مين يا دياب يا حلو جيلك. دياب قسم له وتمم له بالايمان وقال له يا خليفه يا سبع جيلك والله ما ندهت لي باسمي وبان لنا نازل حرب ولا جيلك، وركز على الرمح دياب وتركه معاه. الله يعني خليفه تريده كله بيسايسه، وعى الناس الزغابه وراه، سكر ولد مذكور بلا كيف ونزل قتلي في الكلايب، سكر في الزغابه بلا كيف عساكر كانها خلايق، خدهم خليفه بضربات ما في راجل واقف قباله، دياب نسبه للعهودات واليمين واخد لي باله، لما سخن ابو سعده واشتغل السلاح اليماني وسوق البلاوه وسعده وبهدلهم شمال ويماني مع فرحته ما حدش واقف معاه، العقل منه يزين. شوف السبب لما رمض، شوف السبب لما رمض مولاه قال انا رئيسكم يجيني، رئيسكم دياب راح فين؟ يا عباش مالكم ومالي؟ رئيسكم دياب فين؟ كذاب مجاني. دياب ضرب الفرس وقال له لبيك. الله يعني لبيك يا اللي تنادين. الله يعني الله يعني فن الحكي ده قصة وحكاية كبيرة. حتى قد ايه في الورشة قبل الجيش ومستمر بعد الجيش؟ من 2018. ها من 2018 في الورشة اتعلمت فن الحكي و والتمثيل و والغناء والغناء والايقاع اللي ما اتعلمتوش، اللي ما اتعلمتوش والرقص شويه والتحطيب والتحطيب. يا سيدي ومين اللي دلك على الورشه يعني؟ انا جاي انا اساسا من الاقصر. الله. فانا جيت ببحث عن ان انا امثل، انا عايز امثل، ف بدور وكلمت اخويا قال لي ده في عرض في فرقه اسمها الورشه في وسط البلد اسمها الغرف، اسمه الغرف الصغيره، روح. رحت اتفرجت وانبهرت. انبهرت طبعا، انا متخيله انا لو هروح انبهر كده على طول. وقلت انا عايز ابقى هنا. بعت لهم على الفيسبوك انا اسمي علي وعايز امثل وكده. بعدين رحت محدش رد علي، يعني قالوا لي بعت لنا بياناتك وهنكلمك. يوم التاني محدش كلمني، فروحت الورشه واخد نفسي ورايح على طول بيتنا بقى، يعني انا هعمل ايه معنى يعني؟ وسلم الورشه طويل. ايوه. فانا طالع في الصيف وهناك. ايوه. بهاء فتح لي قلت له انا عايز امثل. يلا انا عايز ابقى هنا. ايوه. قال لي اهدى، طيب ايه تعالى اقعد جوه خد نفسك ونتكلم. بس
هتمثل ان شاء الله هتمثل. لا بجد الولاد ومواهبهم واصرارهم وبيجوا على العنوان الصح يا استاذ حسن. بتعملوا ايه لما بيجي لكم حد ومحافظات بعيده وناس مؤمنه بنفسها ونفسها في فرصه؟ بحاول اقنعهم الاول انهم يعملوا حاجه تانية غير التمثيل والفن. بقول لهم يعني بقول لهم لو عندكم اي بديل اعملوا البديل، واللي ملوش ما عندوش بديل ومستبيع هو اللي بيقعد وبيحضر زي ما قالت الأخت شروق على المجاورة، يعني لأنه الموضوع طويل والناس متخيلة أنه هو كورس كده زي اللي بتجيبيه من الأجزخانة وتاني يوم تاخده وتخف تبقى ممثل على طول. فطبعا عبلة كامل قعدت 10 سنين معانا، سيد رجب قبل ما يتعرف قبل ما يتعرف سيد قعد 15 سنة معانا. فالموضوع مش سهل يعني. فبالتالي الناس اللي مستعجلة وواحد مرة جاء قال لي عرفني بمخرجين السينما اللي تعرف، فلما قلت له عن المخرجين اللي عرفهم طلع ان هو مش دول اللي همينه، يعني يسري نصر الله والناس دي محمد خان. وبعدين لقيته بيقول لي انا يعني عايز احذرك ان انا مش بتاع ورك شوب ودورات تدريبيه وبتاع، اجي لك ادرس لي عادي، اخش لك على ماشي على رجليا اطلع متشال. فانا قلت له متشال يعني في المجد يعني؟ قال لي لا اطلع ميت يعني. فسمعتنا احنا اننا يعني وقت. بناخد وقت. فاللي مستعجل ما ينفعش قوي عندنا، بس بيطلعوا صح قوي يا استاذ حسن. ما اعرفش هم سمعتهم كويسه في السوق، بس طبعا يعني للاسف الشغل اللي على مستوى الناس يعني قليلين قوي يعني. الفن في بلدنا دلوقتي للاسف مش في احسن حالاته، فحتى الناس الجميله اللي دربناها ما بيعملوش الا نادرا الشغل اللي من المستوى اللي هم عليه يعني. لكن طول ما انت بتطلع ناس، طول ما مستوى الفن هيعلى، لان بيطلع 50 واحد 10 منهم يلتزموا و40 ما يلتزموش، المهم ان 10 يكملوا المشوار. المنتجين يعني احنا مثلا مستقلين، الدوله يعني المؤسسات الرسميه بتعتبر الاستقلال كفر غالبا، لانه ما فيش اي اهتمام بينا خالص الا لما بيصدرونا يعني كماده او كمنتج يعني منتج بمستوى ما في المهرجانات. يعني احنا لفينا الدنيا من البرازيل الى اندونيسيا ومثلنا مصر في كل حته، لكن ما فيش اي دعم اطلاقا من المؤسسات الرسميه في مصر. ومحتاجين طبعا، امال هنشتغل ازاي يعني؟ حتى لو يعني اذا كنا بنمثل هذا التمثيل ومصر اسمها احنا بنبقى موجودين فيه وبنمثله في العالم هنكمل ازاي وبنعلم كل الحاجات دي؟ يبقى اولى ناس بالدعم هو احنا يعني. قول لهم غير فن يا جماعه، امه قابله للغزو الفكري دايما، وده اللي احنا مش محتاجينه ابدا. الفن هو الجمال. دوري على اي حد دلوقتي كله في السعوديه، ما حدش قاعد، مش دي مساله في منتهى الخطوره يعني. ليه ما احنا اشتغلنا مع المدارس السعوديه برضو في يعني وزاره التربيه والتعليم السعوديه، هيبقى في مسرح في كل مدرسه في السعوديه على 2030. الله، واحنا هنكون فين؟ نعمل احسن من كده يعني. اذا كنا احنا اللي بنصدر الفن يعني مش ممكن هنقف عند حته معينه. ده احنا طيب. جايين مبسوطين بتجربه السعوديه ويا رب تزيد وتزدهر اكتر، لكن فننا يفضل فننا ويفضل في مقامه اللي ليه، يفضلوا يشتغلوا معانا هنا وفي مقامه. بس طب انا بقى عايز اروح للمزيكا وعزف العود. اسمح لي يا استاذ مجد، يعني مصاحبتك للعود وللاصوات، اول كلمه قالتها الاستاذه ميرفت انا صوتي كان واصبح، كان شيء واصبح شيء رغم انها الاجدد. تجربتك مع الورشه وايمانك بالفكره وتعاملك فيها ايه؟ انا اشتغلت في ورشه من تقريبا من 94 يمكن عمر او 95 يعني. وقت ما اتخرجت من المعهد بدات في الكورال الصعيد واشتبكت مع الورشه على طول في نفس الوقت. في الكورال وفي الورشه ازددت او اكتسبت خبره شويه. انا مش متخصص في الغنى والصوت، لكن انا تخصصي العود والعزف والتدريب فكره كمان يعني اكتسبتها كموهبه في الورشه. كنا بنتعلم ونشوف مدربين تانيين وكنا بنجيب مدربين من بره مصر ومن جوه مصر ومن لبنان ومن الاردن ومش بس فرنسا او
بريطانيا انجلترا يعني او حتت زي كده. بعد كل السنين دي لو طلبت منك توصف لي الورشه في جمله بعد كل السنين والعشره والناس اللي خرجت والناس اللي جت والناس اللي اتعلمت تقول ايه على الورشه؟ لا ما بعرفش. ما تتوصف يعني طبعا هي في جمله اكيد يعني مدرسة. هي زي ما بيقولوا المصنع او الحضانه المكان اللي ممكن تبقى انت فيه في امان وتمارس فيه موهبتك وتنضج وتطلع. ويمكن يعني في ناس كتير كانوا بيجوا موهوبين في حاجه معينه ويكتشفوا ان هم موهوبين في حاجات تانية زي مثلا اللي جاي بيغني وفجاه يمثل او العكس او بيطبل او بيعزف يعني او عادة اكتشاف طول الوقت طلع منك احسن مثل انت بتشوفي الله. كمدرب بتشوفي حاجه في البني ادم الموهوب قدامك بتشوف فيه حاجات هو مش شايفها في نفسه. هو بيبقى جاي يعني في ناس حتى في الكورال واحنا صغيرين طفل عايز يجي مع اخته جاي مع صاحبه عشان يغني هو مش عارف ان هو بيغني ولا لا فتكتشف ان الولد ده بيقول شعر كويس او بيرسم حلو قوي او بيمثل او بيرقص رائع حلو جدا او بيشتغل في الاداره يعني طفل صغير بنشغله في الاداره يساعد اخواته في انهم يلبسوا ويقلعوا وينظموا الوقت ويجمعهم ويعني في حاجات كده بيساعد المشرفين والمدربين الاداريين. فمعناه ان طول الوقت انت بتكتشف كل شيء واي شيء لان ده المكان اللي بتظهر فيه الحاجات اللي جواك. بما ان في حاجات بتظهر وحاجات حلوه واحنا عايزين نسمع الناس خلينا نسمع اولادنا تاني وبناتنا. شروق استاذه مروه هتسمعونا ايه؟ في حاجه مشتركه ولا حاجه مستقله؟ لا مستقلة ومشتركة. مستقلة مشتركة يعني يعني هنسمع ايه؟ بما اننا في خطر والله ما بلغنا رمضان مش كده؟ مش عارفين هنكمل ازاي؟ لا ان شاء الله كده. فممكن نحتفي برمضان حيث هنعمل عروض في الجامعة الامريكية في الورشة في بتذاكر؟ يعني باشتراكات معينة. خلينا نعمل ده علشان نزود الدخل بتاع الورشة عايزينها تقف وتظهر يا أستاذ حسن. ما هو احنا لقينا طرق مختلفة لعمل هذا. التذاكر موضوع تاني لان المكان بتاعنا لازم يبقى مرخص كمكان للعرض وكده يعني. بس شوية شوية بنطور شغلنا في هذا المضمار يعني. بس احنا بما انه رمضان داخل وهنعمل ليالي سيرة ممكن نختم بأغنية رمضانية يمكن ياريت. حاجة عن رمضان يلا ويبقى مسك ختام وبعدين حاجة من السيرة الهلالية زكريا أحمد لأن عندنا ليلة كل شهر ماجد بيجمع أي حد عايز يجي يغني لمدة 3 ساعات مرة ويرجع أو ما يرجعش. والشهر ده بنحتفي بزكريا أحمد لأنه ذكرى زكريا أحمد الشهر ده وأسرته بينا وبينهم علاقة قوية وطلبوا مننا قبل كده ان نحتفي بيه وعملنا اوبريت يوم القيامه. فممكن نختم باغنيه لزكريا احمد ونسمع شكوكه بقى من جدا يلا فكريني اول كوبليه كان اوله ايه؟ اول كوبليه كان اوله ايه؟ اول كوبليه كان اوله ايه؟ الناس كلها سمعتني اول كوبليه حبك شمعة. لا ما ده تمام لو حد فيكم عارف كان يقول لنا برضه حبك شمعة. ايوه ماشي تمام يلا يا شباب. حبك شمعة وقلبي فانوس وبتلعب بي وحوي يا وحوي يا ما هواك غرمني فلوس ارحم قلبي وحاوي يا وحاوي حبك شمعة وقلبي فانوس وبتلعب بي وحاوي يا وحاوي يا ما هواك غرمني فلوس ارحم قلبي وحاوي يا وحاوي رياحة من يوم حبك وانا مسكين كل ما ابعد شوق وحنين من يوم حبك وانا مسكين كل ما ابعد شوق وحنين بترجعهم لي وتقول لي غيرهم لي بقمر يتين وكل يوم على دي الحاله يلا الغفار ده قلبي ده ولا بقاله يلا الغفار وكل
حبك شمعة وقلبي فانوس وبتلعب بي. وحوي يا وحوي هي ح اشمعنى انت يا عز حبيب وانت الجرح القلب طبيب اشمعنى انت يا عز حبيب وانت الجرح القلب طبيب ده انا ما ساويش عندك يا حبيبي وقيت لز اوراق لزبيب وتشوف وتعمل مش شايف يلا الغفار لا كنافه نافعه ولا قطايف يلا الغفار وتشوف وتعمل مش شايف يلا الغفار لا كنافه نافعه ولا قطايف يلا الغفار يا محيرني يا مجلس وملوعني وحوي يا وحوي حبك شمعة وقلبي فانوس وبتلعب بي وحوي يا وحوي إياحة اطلب روحي هبعتها أوام وابعت فوقها كيلو سلام اطلب روحي هبعتها أوام وابعت فوقها كيلو سلام خد من غير اللوز والبندق ما انتش عارف الوقاب كام يا حلو ودينا العادة يلا الغفار نظرة عيونك بزيادة يلا الغفار يا حلو ودينا العادة يلا الغفار نظرة عيونك بزيادة يلا الغفار شوف كم سنة وهواك محبوس جوا في قلبي وحوي يا وحوي حبك شمعة وقلبي فانوس وبتلعب بي وحوي يا وحوي إياحة الله في أحلى من كده ختام زي ما قال الأستاذ حسن أنا بشكر طبعا حضور الورشجية والورشة ومؤسسة هنا لحديث القاهرة هو ده الفن اللي يستاهل يبقى حديث القاهرة وهو ده الفن اللي احنا موجودين معاه ومعاكو خطوة بخطوة ونشكركم جدا جدا لحضوركم معنا فنان المخرج الأستاذ حسن الجريكي الله يخليكي وإحنا سعيدين جدا بالتواجد معاكم يعني وإحنا كمان وبنشكركم جدا طبعا يعني الصعيدي الصميم اللي طلع بينهج وقال حمثل يعني بشكرك جدا جدا علي عبد اللطيف ويا رب أشوفك من جداً. أعظم الممثلين في مصر إن شاء الله وطبعا مدرس العود في معهد الموسيقى العربية الأستاذ ماجد سليمان شكرا جزيلا لوجودك معنا وحوي وحوي إياحة واللي شفناها بالأداء المذهل ده شروق زهران أنا بشكرك جدا لوجودك أنا أكتر والله شكرا ونشوفك أحلى وأعلى طبعا يعني الأستاذة ميرفت الجسري بهذا النطق النهاردة شفناكي بوجه جديد وبطلة جديدة ويا رب دايما تحققي كل اللي تتمنيه وتكتشفي كل اللي تحبيه ربنا يخليك شرفتونا طيب باب مصر بقى اللي انتجوا هذا الفيديو اللي احنا بدانا بيه احنا عايزين نقدم لهم شكر خاص النهارده في نهايه الحلقه ان هم عرفونا اكتر واكتر وبالمناسبه تقدروا تشوفوا الفيديو على المواقع المختلفه مرفوع منهم هم شخصيا وتشوفوا الورشه من قريب يعني خلصنا حلقتنا النهارده وعايزه اقول لكم 3340 من الاسماء خليني اقول الرقم صحيح 3048 شكرا يا استاذ احمد على الرقم 3048 شخص وقعوا حتى هذه اللحظه لتعديل القانون البريطاني مناقشه تعديل القانون البريطاني عشان نقدر نسترد اثرنا مستمرين معاكم في الحمل خلصت حلقتنا النهارده بكره 9 مساء والاربع والخميس والجمعه معاكم صديقنا العزيز والمفكر الكبير والكاتب ابراهيم عيسى في حديث القاهره ويقابلكم خير رمضان يوم السبت وألحقوا معاكم يوم الحد إن شاء الله تصبحوا على خير